الطيران الشراعي رياضة جميلة، فهي تنقلك من على قمم الجبال الشاهقة إلى عالم المتعة والمغامرة. فالتحليق في سماء اليمن يجعلك تكتشف أجمل وأروع مناظر العالم من زوايا ثلاثية الأبعاد. مشاهد طبيعية فاتنة تلبس حلة متدرجة بألوانها، تلامس الغيوم وتسير مع الضباب، وفي أعلاها قرى تجاور النجوم. فأجمل فرصة للاستمتاع بهذا الجمال والفن دون حدود هو التوجه إلى ريف اليمن المفعم بالحياة الهادئة والنشاط والحيوية والأصالة. هذه هي اليمن، بلد الفن والجمال والثقافة والموروث العريق، ونقطة التقاء الحضارات الإنسانية. مدينة صنعاء المحطة الأولى لضيوف اليمن، وقد اكتسبت شهرة واسعة بين السياح لتعدد مقومات السياحة فيها. شبام حضرموت منازلها شامخة على مر العصور، تتجانس مع الطبيعة الخلابة لتكتمل اللوحة الفنية. ولا شيء أجمل من أن تقوم بجولة داخل أسواق المدن القديمة، فقد ظهرت قبل قرون وكانت نقطة التقاء للتجارة من حول العالم، وحاليا المكان الأمثل لعرض المنتجات التقليدية الراقية، وتستقطب آلاف السياح يوميا الذين يقصدونها بهدف الشراء. فالأسواق التقليدية تتيح للزائر فرصة للغوص في تفاصيل الماضي، وتتأمل فيها صورا وذكريات لا تمحى من الذاكرة. ألوان الفن الغنائي الموسيقي الراقص في اليمن وثيقة الارتباط بالبيئة والحياة اليمنية، ويتميز بالتنوع والثراء بألوان وتشكيلات وإيقاعات وأغاني. وما يميزه أنه يرحب دائما بزواره ومحبيه في اليمن. أنواع من النشاطات الفنية والاستعراضية والاحتفالات المختلفة تقدم في ليالي المدينة، والنقش على الأيدي فن يحمل أكثر من دلالة فنية وتاريخية. الأزياء في اليمن تدل على حس جميل في تنسيق الألوان، تجسد الذوق الرفيع في الشكل المشبع بالفضة المحلية. الجداول الجارية والشلالات المتساقطة وموسيقى الطبيعة تضفي على هذا المنظر أجواء سياحية فريدة لا يضاهيها شيء آخر في أي بلد في العالم. الجبال وشلالات الماء تنحدر منها لتلامس الشاطئ، وليس لوحة مركبة وإنما حقيقة قائمة صنعتها يد الخالق. جزر وشواطئ وسواحل اليمن تجسد لوحة من الجمال الذي استرعى قديما كثيرا من الرحالة القدماء والمستكشفين. وتتميز اليمن بطبيعتها الجبلية وكثرة مرتفعاتها وسهولها، وتشكل غاباتها غطاء طبيعيا يجعلها بمثابة الفردوس الحقيقي في البحر. وأروع ما في هذا المكان هو الهدوء الذي يتغلغل في داخلك ليشكل إحساسا دائما من السكينة والصفاء. مشاهد التراكيب اللونية في صحراء اليمن تبعث في النفس السعادة، وتدفع في أغلب الأوقات عدد من هواة التزلج على الرمال في العالم السفر إلى اليمن لممارسة رياضة التزلج على الرمال. فحياة البادية شكل مختلف عن المدينة، وإشعال النار وتناول القهوة المحلية رمز للكرم البدوي الأصيل. اليمن تستقبل سنويا آلاف الزوار، ما يجعلها سياحية بامتياز أكثر من مجرد مكان للشمس والبحر والرمل.
فالكهوف والمغارات على السواحل البحرية متاحف فنية مرسومة بيد الخالق تعجز عن فعلها يد فنان. الحدائق وأماكن التنزه تؤمن أقصى درجات الراحة الجسدية والنفسية، وتبدو الحدائق والمتنزهات واحة خضراء بجانب البحر. المطاعم الحديثة راقية تقدم ألذ وأشهى الوجبات التقليدية اليمنية والعالمية، ويمكنك تناولها على الأضواء الهادئة. حدائق النخيل والمتنزهات والمناظر الطبيعية المبهجة في المدن العصرية والشواطئ البيضاء الرائعة يجعل منها المكان الأمثل لأخذ قسط من الراحة، وترتفع زيارات الناس في عطلة الأسبوع. قد يصبح المنظر الساحلي الذي أمامك خيالياً عند غروب الشمس، حيث تتحول الرمال الصفراء إلى حمراء والظلال السوداء تظهر جمال اللوحة المرسومة في السطح متشابكة في خطوطها وألوانها بجانب المناظر المدهشة. اليمن بلد هادئ وجميل، تتوفر فيها مقومات السياحة وجمال الطبيعة والفنادق السياحية الراقية وبدرجات متفاوتة تطل نوافذها على مناظر رائعة، وليس الفن والتقليد والمتعة وحدها ما يجذب الزوار إلى اليمن.